أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، حصتكم راب نيوز كيما العادة راهي بدات. واه باغي نركب في السيارة، باغي ندخل السانكيام ونفوت عليكم طيارة. هذا كلام أغلبية الشباب، وكي تقول لها علاش يعدد لك الأسباب، منها المادية وأغلبيتها نفسية، على بالك باللي اللوطو تعطيك مكانة اجتماعية. في بلاد واحدة أخرى وسيلة مواصلات، بصح عندنا في البلاد وسيلة مجاملات. ابقوا معانا حلقة اليوم الطويلة، نروحوا نديروا دورة لمراسلنا سي بوسطيلة. يا مان خرج قانون جديد، قالك دخلوا الوطن، قل من تلت سنين. نورمال تزهل المسكين، حتى هو يجري طونوبيل. يمن حبس العياط ويولي يكلاكسوني، ويجولي نار كي تبحر وين يستاسيوني. يودع الكارت تاكسي والاوتوبيس، حتى هو يولي السي ويرونديلهم للسيرفيس. عندك الصحة اللوطو دير لك الشان، من خلينا منها تولي سموك السي فلان. تشري لوطو تولي سيد الناس، وتعيش حياتك مرتاح كيما نقولوا غاية لاباس. أعزائي المشاهدين، كما شفتوا معانا الإنسان بلا سيارة يعيش حياته في معاناة. الصح ينقال هذه هي الحقيقة، رانا في وقت السرعة شحال عزيزة كل دقيقة، والسيارة ولات حاجة ضرورية تسهل عليك شقة في الحياة اليومية. بصح السوق غالي، هذه هي الإشكالية، والمواطن المسكين يتعافر مع الشهرية. غادي يدخلوا السيارات هذا العام، وزاد اكثر الحس وتخلط الكلام. السوق غالي وغادي يقعد غالي، والسيارة غادي تقعد حلم الزوالي. جيبها لك متالي، ما عندكش مليار والله ما غادي تركب، كملها تريش للكار. انا السمسار نطلع ونهبط في السوق، ما دامني خدام هنا تقعد تحلم باش تسوق. تحكي بثقة تبان عليك الغطاسة، هادي هضرة جاهل ما دخلش المدرسة. شكون انت باش تقرر السومة، وجهك صح وراك تتحدى في الحكومة. زيدك معلومة بالك ما تعرفهاش، كي تزيد السلعة في السوق السومة تطيح ما تنساش. وللمزيد من المعلومات في القضية هادي، جبنا للتحليل للخبير الاقتصادي. معلومة عندك الصح خويا مخفي، والسبب هو القانون الشائع انت على العرض والطلب. السوق طلع على خاطرش الناس ولات تشري بلا ما تفكر، المهم تركب وفرات. ثاني ما تنسوش باللي العملة من الطيح، السلعة تغلى في السوق هذه والعكس صحيح. على هذيك الحل راه في الصناعة، وسياسة الردع لهذوك الناس الطماعة. كلامك صواب فهموني هذه المعلومة، شكون راه يشري السيارة بهذيك السومة؟ 500 مليون راك مستوعب النيميرو، كاين اللي يخدم افي ويحشم يكتبها بستيلو. بلا ما نحكو على الناس اللي راهي تتبع المظاهر، عندك لوطو تسوى ما عندكش تربح. اجمل صوت عندي الكلاكسون، ميني سوني اللي في ودني نتلف لافاسون. كيفاش نتمشى وعقلي طير بعيد، سيرتو مين يكون الماتريال شمعه وجديد. نبغي نطير على البوانيت لوحيس عندي حرفه، نبغي نزيد الموسيقى ونخرج العلفه. ماتيريالي سلا لوطو تيستوا، ما عندكش مركوب تقبرني ما كلا. ربي يهديك سما اللي ما عنده لوطو، الا يمقشه ويعطيها في بوطي. ما فهم والو رانا عايشين في خلوطه، تخمامك شكيل جبديها يا راس القوطي. على زينك وتزيدي طامعات الركبي، نعرفك امرأة اخذ منتية وكسبي. عقلي يا مال ومستوى في الحضيض، من كترية التخمام راسي وجعني وراني مريض. اما الان نروحوا للشكايات، كيما عودناكم نحكوكم حكايات. بالبيجامة ندور في الحومة بحرتلي، المرأة باغية تولد فين وصلي الحار نتلي. جواريني راقدين وانا نجري وحدي، قلا دار امك ما لقيتيش قاع وانت تولدي. غبينا كحلة شداني نتزوج بيك، لو كان عرفتها كبرا صمم ما نديك. علاش ما تصبريش وتولدي في نص النهار، دروك انا كي ندير باش نوصلك للسبيطار. صح سي تولدي وحدك في الدار، زيري كرشك مليح وكومونسي هالتعصار. هادي حالتلي ما عندهش المركبة، لوطو في دلوقت تزيد لك في المرتبة. ما تولديش بليز بليز، صبري تال الصباح لسبيل داك المطرح. قد ونروحو في البيس بيس بيس، تولدي وانا نشطح امك بينا غادي تفرح. امالا بليز راني هبلة باغية تاهي صارحني، كل ما نخرج نلقاه عند الباب يقار علي. مخرج العلفة ومدور لا كاسكيت، خلا دار امه يبان كي الجوار تاع الباسكيت.
بصح البروبليم ما بغاش قاي الغالي، لو كان غير مزلي في رم شنطر تغلب واني، ونقول له هود الكرسي باش نلقى المساحات وطلع على الفيمي وزيد سمعني المديحات، وانا نسنابي وندير لي ستوري يجري لي طاكوس ونصور رفطوري، راني معمومة في خاطري تحويسة غهنا ونديرو القلب قبل ما نديرو فيزا. حبيبي دير جاست غيركب لي ديني ويجات، حبيبي دير جاست غيركب لي وديني ويجات، والله ما ترك بي حتى تقلعي صباطك وتمسحي كرعيك وكي تطلعي نفضي ساكك، انتي ما بيكش انا انتي يا بيك اللوطو باش ترك بي جيبي شهادات ميلاد وطروة فوطو، انتي يا بروحك جاية تحسب راكي رايحة في خاطرك توصيلة ولعبتي هالي طايحة، خسك تاكوس وتحويسة بالمجان، انتي يا خسارة فيك الكريبوني والكران، ايا جبديها وما تزيديش تشوفي فيا ماتيريالي سلا سوسيالا واه انتي انتي تابي سيكلات خسارة فيك فريط وملات، انتي تابي سيكلات خسارة فيك فريط وملات. أعزائي المشاهدين وصلنا للنهاية، كنتوا مع راب نيوز ونتمنى فهمتوا الحكاية، اليوم إلى اللقاء ونتلاقوا في الحلقة الجاية في موضوع جديد قرعوا باش تفهموا غاية، كنت معاكم أنا مخفي وشريكي بوسطيلة، سمحوا لي أنا نروح طولت عليكم وقيلة، راسلونا واعطونا انطباعاتكم على راب نيوز @gmail.com.